ابن كثير انه بأيد ابن كثير انه المسيح معنوي، والحقيقة انه ابن كثير بيقول ابدا هذا مش صحيح، المسيح كان معنوي وصوري في الصورة والمعنى. ابن كثير هيك بيقول في الصورة والمعنى، وبرد على اللي بيقوله في المعنى. وهذا المفسر بيجيب بيقول لك بيستشهد بابن كثير وبيقول تفضل هاي ابن كثير بيقول المسيح معنى مش صورة. وعلى اي حال، على اي حال ديروا بالكم في المعاصي، في المعاصي كل يوم في مسيح، كل يوم بنمسخ الناس اللي بيعتادوا معاصي. على فكرة بصير فيهم مسخ في المعنى، في الأخلاق، في النفسية. ولذلك في ناس على فكرة أنت بتستغرب، مثلا بتستغرب مرات بيسلكوا أمور أنت بتقول عجيب هذا كيف بيحب هاي الأشياء اللي النفس بتتقزز منها، مثلا بدون أمثلة. لأنك مش مدرك أنه بصير عنده مسخ. اللي بيرتكب معاصي هو المسخ المعنوي موجود مستمر، المسخ المعنوي موجود ومستمر. المعاصي إذا استمرت على فكرة وتكررت يحصل في العقل والنفس والأخلاق مسخ، وبصيروا ما يحبوا إلا الانحراف والشهوات والقاذورات. وأنا بدي أقول لكم شغلة، مرة أعطيت في درس من الدروس هون، بس بدي أعطيكم مثال واحد كيف بيحصل المسخ. ومرة الجزيرة جابت برنامج مطول كمان في ناس وبيكونوا أصحاب ملايين وشركات ضخمة ومنهم مفكرين ومنهم كذا، في الغربيين على فكرة في منهم بوصل فيه المسخ الى درجة من معاصيهم على فكرة، الى درجة لما بده يعاشر جنسيا، افهموها، لما ما ممكن يتلذذ الا لما تتبول عليه المومس، تتبول عليه بقول لك الان كيفت انا. او هذول بسموهم التبوليين، اقولكم ومش التبوليين والكلمة الاوسخ منها كمان في كمان. وبرنامج على فكرة جابوا لك برنامج مطول عنهم، وهذا موجود اصلا في كتب وموجود